تعبانين كثير من التوقيت هذا، وزوجتي عيانه، وحتى يعني علاج لها ما فيش هنا. عندنا اولاد يعني بدهم يسيبوا البلد لانه فيش لهم فرص حياه، فيش مستقبل، فيش حاجه لهم، خريجين جامعات بالكوام ومش ملاقيين لهم فرص. مأمون عرفات، فايزة شاهين، فتحي صافي، عمار صافي، إيهاب حرام. يعني احنا كبار مش مفرقة، بس الشباب والله احنا بنتحسر عليهم، وإن شاء الله ربنا يسهل الناس الطيبة والبلاد الصديقة انه تساعدنا قد ما تقدر. الحلبي، الحلبي، ثروة السياسة.